دائما الناس بأول السنة بتروح لتشوف اليوم برجها بهاي السنة شو مخبالة، شو هي الطاقات الجذب بحياتنا اللي نحن ممكن نستغلها، شو هي أهم التغييرات بطاقاتنا بأرواحنا، وهل هاي السنة حتكون خير علينا أو لا؟ اليوم عم نحكي نحن بعلم طاقة، بعلم أبراج، بعلم فلك وبعلم أرقام. اليوم ما حنطول عليكم، فورا رح ننتقل لضيفتنا جدا مميزة واللي أكيد الناس كتير بتحب توقعاتها، هي دائما هيك عندها سمة إيجابية بالحياة. بدي أقول صباح الخير لإلك سمر عمران خبيرة الأرقام والابراج، اهلا وسهلا بحضرتك. سعد لي صباحك وكل عام وانتم بخير. كل عام وانت بالف خير، وان شاء الله هاي السنه تكون خير عليكي. بخير وسوريا بخير يا رب. شو برجك يا سمر بدايه؟ انا برجي جوزاء. كيف هالسنه حتكون عليكي؟ هلا انا ما فيني اوقف عند برج. والله بوقف عند برج عربي، بوقف عند برج مواليد، بوقف عند رقم الطاقه الاساسي، بوقف عند رقم باطني، بوقف عند رقم يومي، بصيروا خمس عناصر. بس اخذ الخمس عناصر بقدر احكي على حالي. اهلا وسهلا سمر. انا برجي جوزاء، جوزاء العربي. نورتي صباحنا لليوم، ان شاء الله هيك ايامك تكون كلها حلوه ببدايه هاي السنه الجديده. كجوزاء مثلا هلا نحن فينا نقول لك مثلا عندنا نحن كم مليار عندنا بالكره الارضيه. أكيد. يعني ما فيني اقول لك انا جوزاء وانت جوزاء راح يصير نفس الشيء معي، لا. أنا وياكي بنختلف بالتواقيت. يعني أنا مثلا وقت بقول جوزاء وحدا جوزاء، بس بيني وبينه رح يصير شيء أنا عندي وهو رح يصير شيء، بس بيني وبينه في توقيت، بس هي التواقيت نحن بنختلف فيها. لذلك أول شيء بنحكي بعلم الأرقام، بنحكي مثلا لازم يكون شو اسمه برجه الباطني للشخص، حتى أقدر أقول لك إنه أنا الجوزاء السنة مثلا والله آخذ حظ المطلق. ما بتطلع معي أقول لأي برج إنه عنده شيء مطلق، أنا ما بتطلع معي. طيب خلينا هيك بداية، الناس اليوم شغوفة لتسمع سمر عمران بأبراجها. يعني فيني أقول لك مثلا كيف قسم الأبراج مثلا. نحن دائما نحن عنا بالكون سبع كواكب نعتمد عليها. هذا كوكب اللوتو اللي دخلوا لي بآخر العمر، وين كان قبل؟ نبتون. هذول أنا ماني ضدهم، موجودين هنا، بس هذول كواكب بطيئة بطيئة بطيئة، يعني ما بتمشي معنا. نحن بالحياة مرتبطين بسبع طبقات، بسبع شاكرات، بسبع سماوات، سبع. يعني نحن مرتبطين بسبع كواكب، عندنا الشمس نجمة، نجم الشمس، عندنا القمر، عندنا عطارد، عندنا الزهرة، عندنا زحل، عندنا المشتري. شو عندنا ضل؟ لسه في سبعة، لا لازم يكون نقص شيء، ما بعرف. سمر خلينا قبل ما نبلش ما هيك بنروح دغري نحن وقت نتوقع اي شيء، بنشوف حركه الكوكب القريب على الناس وبيحبوه كثير، هو كوكب المشتري اللي هو بيعطي حظ. هذا كوكب السعد الاكبر. في عندنا الزهره كوكب السعد الاصغر، بنشوف كل سنه هو بينتقل لبرج، كل سنه عنده مكان بيكون فيه، بناخذ هالابراج بنروح لعنده، بنشوف بقى هذا البيت شو بيعطي. في عندك البيت الاول، البيت الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، هيك 12 بيت. كل بيت له اسم، كل بيت له معنى. يعني عمليا اللي كان عنده السنه الماضيه البيت السادس راح يكون برج ثاني هو عنده بيت السادس، هو نفس الشيء بس بعمليه حركه، بيطلع علينا بحركه دوران. يعني بمعنى السنه الماضيه كان هو بالثور، وهلا بايام بالثور، وبنص السنه بده ينقل على الجوزاء. يعني عندنا مثلث فلكي هوائي راح يكون بين الجوزاء والدلو والميزان بشهر ايار. أكيد. اخر ايار بيكون الابراج الهوائيه هي المحظوظه. هلا عمليه الحظ شو هي؟ يعني عمليه انتشار، عمليه حمايه. يعني انا بشوف في ناس كثير بيجي المشتري لعندهم بيضيفهم، بيجي على برج الجوزاء مثلا. انا من 12 سنه كان عندي، بس انا بفتره فقدت حدا غالي علي كثير، معناته هو اعطاني حمايه بقصه، بس بنفس الوقت ما بيحميني باشياء قدريه. صحيح. يعني بالقدر ما فينا نلعب ابدا ابدا بعلم الارقام والابراج. لذلك بنمشي هلا بالابراج. بدك بنبلش عند الحمل اللي هو برجك انت. طيب خلينا قبل ما نروح لبرجي ونتوسع فيه كثير اليوم، طيب خلينا هيك بشكل عام نعطي لمحه 2024. يعني كيف حتكون بشكل عام؟ على خلينا نقول على المستوى، على المستوى السوري. كل يوم بتفتح فيه سنه جديده بيكون هو مرتبط بيوم. نحن كونه يوم الاثنين هو مرتبط بالقمر. نعم. هلا السنه الماضيه كان مرتبط يوم الاحد بالشمس. يعني عمليا نحن مرتبطين كل هالناس بالقمر، والقمر هو دائما حساس. يعني فيني اقول لك هو مرتبط ببرج السرطان مثلا، لذلك رح نكون نحن صفاتنا كلها رح ناخذها مثل السرطان. يعني الصبح بيكون عندنا راي والمساء راي، مثل الاستاذ اللي كان معي كله بالمقابله. طيب سمعت دائما يعني السرطان طالع نازل، لذلك نحن السنه رح تكون سنتنا طالعين نازلين، يعني عدم استقرار. بعلم الارقام في عندنا رقم 3 رح يحكمنا، بعلم الابراج مجموع 20 24 8، بس هن ربطوه بزحل. انا ما بربطه رقم 8 بزحل، لقلك ليش؟ لانه انت عندك سبع ايام، يوم السابع هو السبت
بيكون يوم 7 لا مرتبط بزحل، يعني معناته رقم 8 ما هو مرتبط بزحل مثل ما ربطوه بالفلك السنه انه هو بزحل، انا بربط 8 ببرج العقرب، هو تامن برج يعني بالعقرب، لذلك انا توقعاتي دائما بحس انه انا يعني بدي انكش على شيء او نبش على شيء يكون منطقي، يعني ما بقدر اشلف شرف، يعني انا كيف بدي دغري اقول رقم 8 السنه سنه النحس لانه زحل، لا ما هو زحل، ما هو زحل. السنة الماضية فيني اللي كان زحل لأنه رقم 7، أما السنة مجموعة 8، والثمانية هو رمز القوة، رمز القادة، رمز المال. إن شاء الله. يعني رمز الثمانية، يعني شوفي أنت عملياً 8 أنت هيك، يعني نحن كلاتنا تحت الثمانية. إن شاء الله يا رب تكون هاي السنة خير على جميع الأصعدة. على سوريا. تحمل العالم كله يا رب دخلك. يعني توقع كوني ما هو توقع شخصي عم يكون يعني. يا رب. ست سمر اليوم هيك الناس أكيد اللي عم يشوفنا هلا ناطر، نبلش بالأبراج، خلينا نبلش من برج الحمل، أنا دائما محظوظة إنه برجي أول برج. هلا بما إنه هو عام التغييرات، هلا شوفي مثلا الحمل أنا عملت له تطورات كثير، يعني هو مقسوم نصين الحمل. هلا النص الأول يعني هو ابتدت يعني فيك تقولي السنة امتداد لل 23. يعني ما رح نطلع نحن من 23 كتير لنص نص ايار، يعني عندك مثلا المشتري نحن ما بناخذ لا زحال، انا ما باخذ لا زحال، لا باخذ هي الكواكب اللي هلا دخلوا لي اياها حتى يضيعوا الناس، لا انا باخذ تراجع عطارد بمشي فيه، باخذ المريخ بمشي فيه، باخذ الشمس، كل شهر الشمس بتكون ببرج دائما بتمشي بحركه اماميه، يعني هلا الشمس موجوده بهي الفتره بالجدي، بتطلع الحمل شو عنده، معناته عنده منصب جديد، عنده ترقيه هذا الشهر، عنده تعامل مع غرباء، ممكن عم يبحث بموضوع سلطه ترفيعات، هلا اول شهر ممكن يكون من نصيب الحمل. بناخذ المشتري، وين بده ينتقل المشتري؟ هو موجود ببيت ماله لنص ايام، عمليا عم يعمل له انتشار، عم يعمل له مال، عم يعمل له ادخار، في رزقه اجت للحمل. وفي ناس ممكن تركوا عمل ليروحوا لعمل ثاني ليطوروا عملهم مشان يكون في عمليه المال. بنطلع بنص السنه انه حظوظه اكثر رح تكون حمل، لانه في صديقه الكوكب عفوا برج الجوزاء صديقه كثير للحمل، مين بده يكون عنده بده يضيفه؟ كوكب المشتري. نعم. المشتري هذا كوكب الحظ بده يكون بالجوزاء، هون بنقول له للحمل انت رح تكون المحظوظين، هون بقى فيني اقول لك انه رح يكون محظوظ، ممكن سياره جديده، ممكن بيت، ممكن يكون زواج اذا كان الوضع بيسمح، ممكن بيبي، ممكن تنقل، ممكن يكون بغير بلد، يعني انت بتشوفي كثير بقى هون انت كل شهر عندك حالة. بس بشكل عام حركة بالنص الثاني أول نص مال هيك عنوان مثلا بدك متوسع أكثر إذا بدك يعني أنا عامل توسع أكثر إذا حابب يعني خلينا نقول الصعيد الأهم اللي حيكون هلا مثلا عليه. على صعيد العاطفي في عندك بتشرين وآب مثلا اللي بيهمهم العاطفة كثير يعني بيقولوا لي العاطفة طيب شو العاطفة أنت متزوج مثلا بدك تتزوج على مرتك مثلا بدك عاطفة ولا بدك تطور العاطفة ولا بدك تحب مرتك أكثر لذلك أنا مثلا بقول للعازبين رح يلاقوا فرصة زواج مثلا لجماعة الحمل يعني يعني عاطفيا النص الثاني من السنة أكثر فصل الصيف والخريف أنا بشوف الزواج بشوف أنا أمور صحية الأفضل رح تكون كمان بس بشوف بتتحسن صحته شوي بس كأنه بيسمله شوي كمان الحمل بالنص الثاني لأنه بصير بقى عنده عزايم دعوات روحات جيات هالعملية هاي بتعمل العملية سمنة شوي يعني طول السنة أنا بشوف عم يوسع دائرة أعماله بشكل عام جيد جيد حتكون الحمل. أفضل من 2023 يمكن هي كانت صعبة هي ما أنا لا صعبة كتير كانت هي هو كأنه ترك عمل ترك عمل ليروح لعمل تاني هلا موضوع أنه ممكن كان في شوية مؤامرات في قصص هلا إذا كانت الشمس مثلا بالحوت للحمل دغري بنقول له دير بالك هذا الشهر عندك مؤامرة عندك عداوة عندك كذا بس بنفس الوقت بيكون عندك عروض مع مؤسسات جديدة نعم يعني هيك بتلاقي الحياتية طالعة نازلة طالعة نازلة لذلك اقرب شيء لنا بالحياه هو القمر لذلك وقت بتمشي مع حركه القمر بتكوني انت مرتاحه اكثر لذلك بده يتابعني انا يوميا لازم يتابعني صوت الشباب مع حركه القمر اليوميه اللي هي بتعطيكي سمه البرج اكثر اما بدي انتظر انا 20 سنه كوكب بلوتو فات على الدلو شو بده يعمل لي لا هذا ما له منطق ابدا طيب خلينا ننتقل للثور الثور انا بشوف الاشهر الاولى بتخطى المشاكل كلها الثور هو من الناس المحظوظين كمان لانه كوكب المشتري عنده ممكن تعرض لسمنه شوي كمان ممكن تعرض لعمليه عاطفه كان فيها عمليه الغاء او حسم لانه هو بقى وقت الانسان بشوف حاله انه عم يتوسع وعم ينتشر بصير في عنده شوفه حال هالشوفه الحال بتضيعه شوي او بتبهور شوي لذلك ممكن كان في عنده فرصه بغير مكان ادت انه يروح لغير هذا العمل وكان هي منها انا بعتبرها كانت ورطه له وفقد مكان عمل يعني بالثور بس بشوف انه في ترقيه بشوف في ولاده جديده في مكان جديد وذهاب لمكان جديد كمان بس هذا افضل رح يكون سنه ال 24 لانه رح ينتقل كوكب الحظ والمشتري من برجه للثور ليروح لعند الجوزاء
هلا انا بالجوزاء ما بشوف بجيب له كثير، لانه بيت وباله للمشتري ما انه كثير محظوظ رح يكون بالجوزاء، يعني بيت نزول مو بيت علو. هون شو بيكون بقى؟ بده ينتبه على امواله كثير الثور، يعني هو بفكر حاله انه هذا كوكب المشتري دخل على الجوزاء معناته اموره الماليه رح تكون جيده كثير، رح يصير بقى هون بيدور على يعني بتعرفي الثور بحب الاكسسوارات، بحب التقنيات، اللي بحب الاشياء اللي فيها تحاف، لا يتورط السنه باي مشترى اذا هو مانو ما يتورط، لانه الورطه هون بكفره، يعني هي ما بتصير غير كل 12 سنه مره ليجي هذا الحظ، بتروح انت بتشتري مثلا والله تمثال او بتشتري مثلا تحفه تروح مصرياتك على قصه فاضيه. لذلك بقى في عندك انت كسوف وخسوف، هي بنحكي عنها دائما نحن بالشهر. هلا هذا الشهر كثير رح يكون جيد للثور، ليش؟ لانه الشمس بالجدي. الشمس وقت بتدخل هلا على الحمل وقت تكون بالحوت كمان جيده بشهر 3، يعني في عندك انت هذا الشهر وشهر 2 مقبول شو اسمه للثور، يعني في تعامل مع غرباء، عندك بالحوت كمان كثير جيد علاقاته، بس تدخل بشهر 4 بنقول له للثور دير بالك هلا بدك تكون انت متضايق شوي مزعوج، طيب انت كيف تقولي له محظوظ بترجعي بتقولي له انت ده في حركه دائما، حركة يعني انت بتكوني بهي الجهه بس في عندك كوكب عم بيضربوا ببعضه. لذلك بدنا دائما ننتبه على السبع كواكب وين بيكونوا حتى تقدري تعطي توقع لهذا الشخص. وانا وقت اللي بعطي توقع للشخص بعتمد على اسمه، اسم امه، مواليده، وعلى ساعه الولاده اذا كان عم طالع له خريطته، لانه كمان انت عندك في توأم بيكونوا بنفس البرج بس هذا التوأم عم يصير معه احداث غير هذا، السبب شو بيكون؟ اسم الام شكل، او بتكون كمان خلاف شيء نص ساعه او ساعه بالولاده. رح ننتقل من الثور للجوزاء، اليوم شو الحظ بال 2024 لمواليد برج الجوزاء؟ هلا الجوزاء هو ناطر هالفرصه لانه كل 12 سنه ليمرق بهيك حظ، هو كوكب المشتري يعني بيزور كل سنه برج، هلا اجى ب 15 ايار بنقول كوكب الحظ الاوفر للجوزاء اللي بده يعطيه الانتشار، بده يعطيه التوسع، بس بده يعطيه سمنه، بده ينتبه كثير لانه دائما وقت بيكون كوكب المشتري ببرج بيعطي حركه التوسع والانتشار، بده يتوسع بالسمنه، بده يتوسع مثلا ببعض الامراض اللي بتعمل انتشار، بده ينتبه كثير مثلا ممكن القلب، ممكن السكري، ممكن الغدد، هي بتطلع بقصص المشتري. لكن بشكل عام شو بده يصير؟ عنده تغيير بالعمل، عنده فرصة جديدة، عنده فرصة ارتباط، بس قبل ما يوصل لهي المرحلة بأيار بده يكون هو محافظ كتير أول السنة على شغله، بده يكون طويل البال، بده يكون صبور كتير لأنه هو قاعد بفترة شوي فيها نفس، يعني بده ياخذ نفس شوي شوي حتى يخلص من هي المرحلة ينتقل لمرحلة الحظ. يعني بشوف أنا هي سنة فيها مفاجآت، فيها مهارات جديدة، فيها تغيير إقامة، فيها تغيير عمل، في حركة، في ميراث، كمان في ميراث عم ينحكى من فترة للجوزائيين إذا ما قدروا أخذوا بالفترة الماضية هلأ صار توقيته، في عنده سفر بالصيف بسافر وين ما بده، الجوزاء مسمح له يعمل اللي بده إياه بس طبعا وقت بيكون كوكب المشتري ببرجه من 15 أيار. أنا بشوف أكثر شيء على صعيد الصحة السمنة، بس أموره العاطفية بده ينتبه عليها، يعني أموره العاطفية شوي ملخبط بداية السنة، وانتقال المشتري كمان بيعمل توسع وانتشار بالعاطفة، بده ينتبه يعني بده يحافظ بقى على العلاقات القديمة. إذا قلنا بالشراكة العاطفية أنا بشوف بالربع الأخير من السنة ممكن بقى يفكر بالارتباط. هي هون بقى هون بيركز بقى لأنه بصير بقى بده يفكر بسنة 25، لأنه أنا بعتبر 24 هي لامتداد ال 23، يعني انا بعتبر الحظوظ كلها بتنتقل بال 25 تحضيريه، خلينا نقول يعني فيني اقول 25 مثل كانه عم نطلع نحن من عنق الزجاجه، وال 25 هي رح تكون جواب، بيكون هي رقم 9، ورقم 9 رح يرتبط ب 9 الحقبه اللي انا كل 20 سنه نحن بننتقل بعلم الارقام 1 2 3، كل رقم 20 سنه بنكون صرنا برقم الحقبه 9، 9 بالكواكب بالطاقه و9 بال 2025، يعني شغله كثير حلوه. لذلك بدنا نتحمل ال 24 شوي، ان كان جوزائيين وكان ثور وكان حمل وكل ابراج وكل الناس بدها تتحمل شوي. ننتقل للاصدقاء اللي عم يوقفوا جنب السرطان، السرطان مروق هالفتره، معارف، صداقات، عزايم، دعوات، عنده عمل جديد، ممكن كمان تعرض شوي لغدر مالي، يعني كانه اشتغل على الفاضي وراحوا مصرياته، خاصة انا بشوفها بين اذار وايار كان عم يشتغل كثير شغل حلو السرطان، فجأة نغر بقصة وراحوا المصاري، لكن انا بشوف انه هي ما أنا سلبية ولا أنا ايجابية سنته، لانه هو عم يحضر لمرحلة العروض مع مؤسسات جديدة، بما انه المشتري بده يكون ببيت 12
فيني اقول انا برج السرطان معناته هو رح يتعامل مع غرباء، مع سلطه جديده، مع مؤسسات جديده، حتى ممكن ست البيت تصير اذا ما بتفكر مثلا بالرياضه بدها تصير تفكر بالرياضه، بتروح على النوادي، ممكن يكون مثلا حتى الاطفال بغيروا حضانتهم اذا كانوا برج سرطان، بغيروا المدارس. انا بشوف برج السرطان في مسؤوليات كثير ضخمه، فتح ابواب، يعني عم يفتح ابواب كثير لينتقل بمرحله ال 25 شهر ايار. شوفي نحن كنا جوزاء بأيار هو عم ينتقل لهي المرحلة، هلأ صار عندنا السرطان بال 25 ليكون بدل الجوزاء، ليكون هو بالحظ الأوفر. يعني عمليا الأشهر الأولى البطء بيكون بالربع الأخير. هلأ أنا عم شوف الصيف انطلاقة بعمل جديد. هلأ فيني أقول لك أنا عمل عنده 3 و4 و10 و12 فرصة عمل، ماليا في 3 و7 و8 من عمل إضافي، 9 و10 عنده عنصر كتير حلو بيدخل على عنصر الحظ، يعني أموره العاطفية إذا بده يتزوج والوضع بيسمح بالتسعة والعشرة. يعني بترجعي بتقولي بالتسعة والعشرة شوفي، لأنه الشمس بتكون بالعذراء، يعني أنا بمشي على الشمس أكثر، الشمس كتير بتعطي تحديد للبرج شو بيصير عنده كل شهر. انتقل لبرج جديد؟ هلا عندنا الأسد، الأسد اللي بيحمل النجاح والمغامرات، وكان عنده شوية تعب كتير كتير بسنة ال 23، ويمكن فقد أصدقاء وغير مكان عمله، حدا سرق له مهنته أو حدا لغاه من قاموس الحياة، يعني بمعنى. بس أنا عم شوف هذا عمل جديد بداية السنة، هو هلا في عرقلة رح، بس كتير في عنده مشروع كتير حلو اذا بده يبتدي بهذا المشروع هلا، لانه هلا عندنا نحن الزهره رح تنتقل لبرج القوس تقريبا باخر الشهر، طبعا يعني بدايه السنه، وعندنا الشمس ببيت الجدي، بيت الجدي بفرص العمل، يعني عنده فرصه عمل مع حظوظ للاسد، يعني ممكن يكون عم يبحث عن فرصه عمل هلا بيلاقيها، اذا كمان ناطر منصب وما اجى اول السنه بال 23 ونص ال 23 انا بشوفه هلا قريب من هاي المناصب، لانه بنص ال 23 ال 24 راح اشوفه بصداقات وعلاقات وعزايم ودعوات وبلاد غربه، وممكن يكون بده يسافر ويخطط لمشروع جديد، وكمان فرصة كل الأبراج عنده زواج إذا وضعه بيسمح. هاي السنة كل الأبراج المتزوجين اليوم المتزوجين لا بدهم يقعدوا عاقلين. هلأ حتى في دراسة روحية ودراسة دينية ممكن تكون لمواليد برج الأسد، يعني يهتموا بأمور الدين، يعني عرفت شو يعني، هيك في عندهم معتقدات بيفكروا فيها، لأنه كتير هن عندهم ارتباط برقم الخمسة ورقم القلب الأسد، لذلك بتحسي عندهم هالروح المعنوية هاي والروح اللي فيها إيمان. أنا ما بشوفهم غير كلهم مؤمنين برج الأسد، ما بعرف إذا شاطرين الرأي. هلا ما بعرف، في شوية تردد وتخبط عنده شوي، عم تتعسر بعد مشاريعه، بس يلا بده ينتبه شوي لصحته خاصة على صعيد القلب. أكثر شيء بده ينتبه إذا عم يفكر يسافر ويهاجر، إذا عنده عيلة بده يكون بقى، لأنه هو تقريبا من السنة الماضية أولا كتير فكر يسافر، وممكن في منهم سافروا كتير بس تعرقلت سفرتهم أو ما زبطت معهم السفرة أو ما لقوا شغل جديد. هلأ إذا بدهم شغل وطولوا بالهم، أنا بوعدهم من نص الـ 24 بيكون في عندهم فرصة عمل جديدة، أمنية تتحقق من خلال الأصدقاء، يعني ممكن يطلع لهم صديق فجأة يلاقوا بطريقهم، يكونوا لهم زمان وشايفين، يكون هو مسبب لهالفرص العمل الجديدة للأسد. مين عندنا هلأ؟ العذراء بعد الأسد، العذراء، العذراء، العذراء. هلا أنا بعتبره من السنوات الماضية كان في عنده نجاح، يعني في نجاح مقبول كان، خاصة على صعيد سفر، على صعيد معاملات، على صعيد ميراث، بس يمكن أكثر شيء كان تعبان العذراء بقصة مرافقة مريض، يعني ممكن رافق مريض كثير تعب هو، كان في زيارة مشافي لأكثرية العذرائيين، يعني كان في شوية عندهم تخبيط بالطاقة. لكن بشوف أنا بالأشهر الأولى اندعم أكثر شيء، وقت انتقل كوكب المشتري على الثور اندعم كثير بنص السنة 23، بده يكفي بال 24 كمان نص السنة هو إنه مدعوم، يعني هون بده يضل داير باله على مشاريعه، شوية انتباه لصحته سلامته ما بيأثر كثير عليه للعذراء، بس عم شوف بنص السنة أنا بقى بال 24 إنه ليش بده يتعامل مع غرباء، ليش بقى عم يبحث بالمناصب جديدة، بده يسافر كمان لغير بلد، ممكن في غربة، ممكن البلد اللي سافر عليها ما عاجبته، بده يغير له لغة، بده يغير لهجة، في تغيير لهجات كتير. في ناس يمكن يتركوا ترك عاطفي عندهم مثلا، في بيوصلوا لمرحلة الترك العاطفي ليبحثوا عن عاطفة جديدة، أنا برأيي شوي يكونوا يهدوا. بس أحلى شيء في عندهم حدا بده يشتغل بعلم جديد أو بعالم الجمال أو بالبورصة أو بالمجوهرات العذراء.
العذراء كونه بده يتعامل مع غرباء، كونه هو فاتح هلا بزنس حركه. هلا شوفي ممكن من ضمن البيت عم يشتغل العذراء مثلا، مو شرط يكون عنده محل، من ضمن البيت في تواصل عن طريق الانترنت. هي التواصل عن طريق الانترنت لنص سنه ال 24 هو عم يفتح عنده شغل جديد ليتعامل مع غرباء ليطور بنهايه السنه. يعني كمان من الناس اللي انا ما شفت انا سنه ال 24 برج بده يكون تعبان، نص هون كأنه نص النص نص هيك ونص هيك، يعني مقسوم السنه نصين. اي لذلك يعني مثل ما بيقولوا بيريحوا بعضهم يعني، وخاصه كل واحد ممكن يكون عنده برجين مثلا، في ناس عندهم مثلا عذراء وثور مثلا، في ناس عندهم ميزان وجوزاء. شوفي يعني في حظوظ كثير رح تكون، بده يتابع، بده يعمل تقاطع بين البرجين ليعرف انه هدول البرجين بيساعدوه بال24 ولا لا. نعم. على برج واحد ما يعتمد الواحد. عن الميزان هلا السنه انا استثنائيه بعتبرها للميزان، كمان كان تعبان ب 23 وكان عنده مرافقه مريض وكمان ترك شغل وراح لشغل جديد، ويمكن كان قصه ميراث عنده عم يبحث فيها كثير. هلا في منهم حصلوا على ميراث ب 23، وفي منهم عندهم صار بيوت كثير وصار عندهم بيت او اختلفوا هن وقرايبينه مشان قصه الميراث. ما دام عم يختلفوا بقصه الميراث وما كفت معهم ال 23 بال 24 بنوعدهم كمان نص ال 24 لسه يتابعوا قصه الميراث، راح يحصلوا كتوقيع اوراق ويخلصوا موضوع الميراث، وراح يكون بال 24 من شهر ايار والطالع. بمعنى انه النص الثاني راح يكون هلا المشتري هو كوكب الحظ كثير بيساعده للميزان، يعني هو من الناس المحظوظين راح يكون الميزان بسفر، بمعاملات، باوراق، بقضيه قانونيه، اذا كان عفوا اذا كان في قضيه قانونيه ناطره من فتره وكان تعبان شوي ما عم يقدر ياخذ توقيع، او كان في تراجع عطارد، كان في مشكله هون، بتشوفي انه فورا المعاملات، الاوراق، التسهيل، جوازات السفر كلها بتمشي للميزان. ليش؟ لانه كوكب المشتري هو عم يحكم ببيت التاسع، وبيت التاسع هو للمعتقدات، وممكن يودع ناس مولود اذا كان عمر بيساعد يكون عنده ولد للزواج، ممكن يسفروا، ممكن يودع ناس من البيت، ممكن يستقبل ناس، وممكن يكون في طفل جديد يدخل على العيله الميزان. الميزان في طفل ممكن يدخل. هلا كمان في ترك عاطفي وترك للبعض، بس لما نشوف العاطفه امتى؟ ما عم نشوف بين 10 و 11 ممكن العاطفه تكون، يعني ما عم نشوفها قويه العاطفه غير وقت اللي بده يجي المشتري على الميزان. ما فيني اعطي عاطفه كمان للبرج، يعني انت ممكن كمان يكون في طفل صف عاشر مثلا، صحيح، برج وميزان، بدي اقول له انت والله بشهر 10 عندك زواج، او العاطفه قويه، يعني هون العاطفه عم نربطها دائما بالزواج، بس انت ممكن العاطفه تربطيها بامك، بابوك، باخواتك، يعني الحاله العاطفيه. العاطفة دائما مربطة بحركة كوكب الزهرة، وين بتكون الزهرة بنقول هون العاطفة قوية. لذلك هلا السنة العاطفة الحمد لله الزهرة ما رح تتراجع ابدا، هي بوعدكم بال 24 بحاجتها اليوم، ما رح تتراجع، الظروف كثير لانه بتعطي حظوظ، ما رح تتراجع. السنة الماضية تعذبتنا كثير، تراجعت وبقيت كثير بالاسد. عمليا بال 24 ما رح تتراجع، عن المريخ ما رح يتراجع، عنا المشتري ما يتراجع، باخر السنة بيتراجعوا، بنكون خلصنا السنة ونكون وصلنا لبر الامان ان شاء الله. لذلك الامور يعني عم شوفها انا نسبة كبيرة من الحظوظ لأكثرية الناس. يعني عندنا العقرب، والله العقرب عنده شراكه، كان يا عم يتزوج يا عم يبحث عن زواج بنص السنه. عندك حدا عقرب بتعرفي اذا تزوج او كان عم يبحث بهي القصه؟ متزوجين متزوجين في عادي. هلا اذا كانوا متزوجين كان في عندهم قصه توقيع اوراق، يعني بتروح شراكه عاطفيه، بتروح شراكه عمل، حتى شراكه مشفى. انا بشوف ممكن يكون في ناس كانت عم تترافق حدا على مشفى مثلا، كان اسمها شراكه. لذلك عندهم تغيير بالعمل، بس احلى شيء انه هن رح يكونوا من الناس المحظوظين بالنص الثاني، رح ينتقل كوكب المشتري لبيت الثامن، وبيت الثامن هو المواريث، هو المال، هو المال، الاموال الضايعه اللي بتكون ضايعه، مدينه حدا بترجع لك تستردي اموال ضايعه. ممكن كمان يكون في عندهم قصه بتتعلق بالاستحقاقات، ممكن كمان يكون عندهم قصه استشفاء صحي، اذا هن كانوا تعبانين بسنه 23 المشتري بيساعد على الاستشفاء اكثر، هو بيساعد لانه كوكب حظ بيعطي شفاء للعقرب اذا كانوا تعبانين بسنه 23. في عندي بيودع حدا من افراد عيلته بيسافر، اذا كان عنده، شوفي اذا تصرف بحكمه العقرب كثير بينجح باخر السنه. اخر السنه كثير بده يكون دقيق، خاصه على المال اللي بده يدخل على حياته. يعني شوفي بقى ممكن يفكر بقى ب
يعني في اسمها سنة الكنوز، أنا هون بعتبرها للعقرب. للعقرب إيه سنة الكنوز. هلا الكنوز مثلا مو يعني بده يحفر بالأرض ويطالع كنز، لا يعني فجأة بيجيكي مال مانك موعودة فيه. ممكن أنت مدينة حدا مال من زمان ونسيانتي، بيقول لك أنت إلك علي هذا المال بيعطيك إياه. لذلك إنه بدي حافظ على الأموال، لأنه ما بتصير غير كل 12 سنة مرة. وراح نذكرك إنه بال 2012 و13 كان عندك هاي الحالة يا عقرب، يعني أمور المالية جيدة، أنا بشوفه عام رائع. آب وأيلول كتير حلوين عليه راح يكونوا للعقرب. إن شاء الله يا رب خير للكل. الله يخليك يا رب. هلأ اللي عم يواجه مشكلة بالسكن والعقارات ومع الجيران ومع الأخوة هو القوس، مزعوج. ليه؟ مزعوج متضايق. تشوفي على طول هو بتحس نحن بنربط دائما برج القوس بكوكب المشتري إنه هو الحظ، بس هو حدا دائما هذا مثل السهم بحب بده يصطاد. طيب انت بدك تصطاد، اذا ما كانت هالصيدة مناسبة بتكون راحت عليك. لذلك هو دائما بيعيش على الاصطياد القوس. هلا السنة عم تتحرك الكواكب بالنسبة له ببيت شغل. اولا كان بيت العمل، كان عنده صحته تعبانة شوي، امراض، تنقلات بنشوفه بهذا المكان، بعد شوي بيكون بمكان ثاني، تعرض للسمنة، اشتغل على الفاضي، يعني تعب تعب تعب. وشفت انه ما كان في نتيجة لمواليد القوس انا بعام 23. بال 24 بيعوض يعني اذا انتبه على زملائه بالعمل، يعني مثلا ما يشوف حاله على زملائه، مثلا مو يترك يغيب ويروح يقول انا ما بدي اشتغل، لا بده يشتغل يطول باله لبين ما انتقل كوكب الحظ اللي هو كوكبه، بده ينتقل لوين؟ لبيت الشراكه، بده ينتقل لعند الجوزاء. بانتقاله لعند الجوزاء انا هون بعتبر انه في فرص حظ راح تكون للجوزاء، للقوس طبعا. اول شيء شو هي الحظ؟ يعني فينا نقول يمكن يكون اذا كان في خلاف هو وشي حدا من موضوع الميراث بيوقع كمان على اوراق، بنشوف انه عمل جديد، بنشوف بس بده يعزز علاقته العاطفيه كثير، لانه هون بده يفكر يا يتزوج يا يترك، يعني يا ما في حد، ما في وسط، يا ترك على الخالص يا اما ابيض اسود. يعني شراكات ممكن، انا بس بحبها تكون شراكات عمل جديده، يعني انت مثلا ما تعمل مشكلة مع الزوجة أو الزوج، لأنه في شراكات هون، بلكي مثلا الزوجة في وراها أموال مثلا، بالعكس سايرة بال 24 مشان تحصل على هالأموال، لأنه في أموال للقوس كتير جاي من الشراكات، يعني إن شاء الله شراكات الزوجة أو شراكات البيت الأحمى مثلا، يعني في خطط جديدة، بيفتح صفحة جديدة القوس. مين بدك؟ من أول العام عنده فرصة مال القوس، هو أحلى واحد هلا، لأنه ليش المشتري وين؟ بيت ما لا بيت. المشتري موجود بالثور، بده يمشي بحركة أمامية، كان هو عم يتراجع، بس الشمس هلا إجت على بيت ماله دوري. أمامية كيف يطلع الحمل ولا ينزل على الجوزاء؟ لا مين المشتري هلا الساب الثور، الساب الثور من السنة الماضية، بنص السنة بده ينتقل على الثور على الجوزاء، بس أنا عم بحكي إنه الشمس هلا بالجدي، يعني هو هلا من أول السنة عنده فرص القوس. مصاري يعني دهري هلا اذا حدا بتكون تاخذه منه مصاري هو القوس اللي. اول السنه بوقع على عقود كمان، يبدو في عم يفكر بخطبه وزواج مشان هيك عم يدفع مصاري. هلا بشوفه بعكس الجدي انا هلا، يعني بعكس الجدي لنص السنه بيصير مثل القوس الجدي، يعني هو كان باول السنه كثير محظوظ ب 23 عقارات سكن بيت، نص السنه صار عنده عم يفكر بتغيير سكن اولاد. عم نحكي على الجدي هلا، على الجدي طبعا بين 23 حتى يمكن كان في ولادة طفل، يمكن تغيير ديكورات. نص ال 24 شبيهة بال 23 النص اللي خلصنا منه 23، لذلك علاقات جيدة كانت مع الأطفال مع الأولاد، ممكن تغير مكان إقامته، ممكن ترك عمل ليروح على عمل جديد. هلا هاي الفرص المهنية والعملية كتير جيدة للجدي، يعني كتير عنده حظوظ، يعني صوته كان مسموع وين ما بتشوفي، بتشوفي جدي مناصب مراكز. هي المرحلة اللي هو هلا فيها لشهر أيار كتير عنده حظوظ، لأنه الشمس هلا عنده كواكب عم تمشي قدامه، ما في عنده تراجعات، هو دائما بيتعب بشهر 12، لذلك هلا ما عاد عنده تعب. اللي راح يكون عنده تعب هو الدلو والحوت بمرحلة أول السنة، وتشوفي بقى الحمل كمان بالشهر الرابع الثالث وهلما جرى، بعدين نرجع على دورة كونية بتكون خلصت السنة، رجعنا كمان على 25. لذلك أنا عم شوف عنده دور مجال إعلامي سياسي مفترق طريق بالربيع، هو بقى هون بقى بده يشوف يا بده يبقى بهذا العمل ويستقر ويعرف حاله انه يشتغل ببلاش، او بده يشتغل هو ويقبض، يا اما بده يغير عمله وينتقل لمكان جديد. الجدي والانتقال لمكان جديد هلا نحن عم يربطوا لنا اياه بكوكب هذا الهدم اللي هو هدم المؤسسات والحكومات اللي اجى بال2008 على برج الجدي، بس هو ما اثر على الجدي بشكل خاص، يعني
هي وأثر على لأنه الحكومات مرتبطة ببرج الجدي وزحل مرتبط بالجدي، اعتبروا أن الجدي هو المسبب، هو مو مسبب، هو هذا البلوت اللي دخل على الجدي هو اللي أثر على الكون، بس مو أثر على الشخص، ما هدمه للشخص. يعني أنا شفت ناس جدي استلموا مناصب، استلموا سيارات، صار عندهم أموال، صار عندهم بيوت، معناته عملية الجدي ما أنا عملية أنه هدم. لذلك نترك بلوتو على جنب، خلينا بس بالشمس اللي عم تجيب له هلا زهور، خلينا بشيء ايجابي. هلا عم تجيب له زهور، عم تعمل له شيء جيد، عم تعمل له علاج، سنه مهمه. على صعيد السمنه بده يكون بدال القوس بالنص الثاني من ال 24. شفتي مين بده يسمن هلا؟ كانه اليوم الابراج عندهم هي الصفه المشتركه، الحركه اجباري اجباري. هو هيك نحن وقت بنحكي الابراج بنحكي اليومين وربع لهذا البرج، ثاني يوم ننقله للبرج الثاني، ثالث يوم ننقله. اذا حدا بيتابع بيقولوا شو بدهم بيحكوا نفس الحكي لكل برج، هي عمليه دوران. هن 12 برج ب 12 حاله مرتبطين بحركه دوران. كل يومين وربع بننقل الحاله لبرج. هلا عم ننقل الحاله من برج لبرج لحاله الكوكب المشتري، عرفتي شو؟ على شيء اوسع. تمام. هلا اجينا عدلوا اللي ان شاء الله النجاح رح يكون حليفه بكل وسائل التواصل. هو بيحب التواصل كثير، بيحب الحياه الاجتماعيه. يعني برج ال11 بالحياه الاجتماعيه، اذا انت بدك تنبسطي بحياتك رافقي دلو. ليش بتحبي ترافقي؟ لانه هو بيحب الحياه الاجتماعيه، بيحب الالو كثير، بيحب الاتصالات، بيحب التواصل. لذلك انا بعتبر سنه واعده وجيده. اذا كان عنده مشكله عقاريه بدايه السنه والسنة الماضية ما قدر خلص الميراث وخلص مشاكل عقارية والتصليحات والأعطار وبدل سيارة واشترى سيارة، كتير رح قله رح تنحظ بنهاية منتصف 24، رح يكون الحظ الأوفر لك أنت يا دلو. يعني صار عنا مين هون حظ؟ عنا الحمال، عنا الثور بالدرجة الثانية، الثالثة هو العقرب، بعدين عنا الدلو. الدلو ليش عنده حظ؟ لانه هو بيت الخامس، بيت اللي هون الصوت المسموع، بيت الاولاد، بيت ممكن يلعب ورقه يا نصيب يربح مثلا، ممكن. ما انا ما بقول له روح العب، لا انا ما جربتها وحسبتها 100,000 مره ما بتزبط مع اي حدا بالارقام او بالابراج، هي شغل رب العالمين. صحيح. ورقه اليا نصيب بقى. هو من الناس اللي عنده حظ بهي القصه، بنقول له بدك تغامر غامر لانه هو محظوظ. لذلك اذا تعامل مع الاختصاصيين او عمل بالشان العام او رح يحتل الصداره، هو يعني راح يكون بالصداره اللي ادله، بس بده ينتبه على جهازه الهضمي شوي لانه راح شوي في تغيير جذري عنده. انا بشوف بده ينتبه هلا في يمكن وعود كاذبه على صعيد مصاريف ماليه وقصص، حدا وعده مواضيع ماليه، بده يكون حذر بهي القصه انه والله بنعطيك مال بال24 كذا، يكون منتبه على مصرياته، يشتغل على قده، ما يشارك حدا. انا ضد الشراك لانه هون الخطا يكون بالمكسب المالي اكثر شيء عنده الدلو. في عنده كمان يا حبيبتي قلنا شو بدنا نقول لك كمان عدلو، في عنده بحزيران وتموز وشباط وآذار حلوين للعاطفة، هدول حلوين عم يطلع طلوع لأنه إن شاء الله. بس هلا هذا الشهر شوي بده يتحملنا الدلو، الشمس بالجدي عم تتعبه كتير كتير، تعبان. طيب الحوت؟ هلا الحوت آخر الأبراج، هذا بسموه ملك الأبراج لأنه هو على أساس هو الملك. إيه ملك. سنة ضخمة ضخمة يعني حلو. هو سنة أول شيء يتحرك كتير، كان في أموال، يمكن هالأموال استثمرها بسيارة، استثمرها بعقار، استثمرها عطى إخواته، كان في ميراث بينه وبين إخواته، كان في عملية حركة. هي كانت كل سنة 23 تقريبا كانت أمور مالية، يعني حتى عندك أنت أول 23 ونصها كانت كلها أموال، بس كان عم يصرف وكان في وضع صحي عند الحوت. بشوف أنا الشيء الجيد عند الحوت هو بمجال البناء والمشاريع، يعني بالعقارات. هلا يحضر يا اما يشتري بيت ويركزوا من هلا لانه بشهر ايار رح يكون جاهز البيت، يا انتقل على بيت جديد يا اما بيكون جاهز البيت للترميم، او بيكون عنده بيع وشراء بالعقارات وهو رح يربح بالبيع والعقارات والشراء. اكثر شيء في عنده السنه هلا هو شوفي النجاح حليفه بكل التواصل كان السنه الماضيه، بس في فرصه مهنيه جديده للحوت. يا بتكون بارض جديده، يا بتكون مكتب جديد، يا منصب جديد حسب وضعه وعمره ورقمه بقى. هلا اذا بنطلع بالارقام مثلا، مين عندي ارقام؟ انا عندي حظ السنه بطاقه ال 2024 عندي السبعه شهره، اذا كان حوت وسبعه دغري بقول له انت عندك منصب. كيف بتربطي الرقم بالبرج؟ مثلا مواليده مثلا. هلا بشوف مثلا انا عندي 75، مواليد ال 75 رقمه سبعه. وبرج الحوت وين باخذ الرقم دغري؟ بقول له انت عندك مكان جديد منصب، يعني مو بيت جديد معناته مكتب جديد بدك توقع بمكتب. انت
بيعطيكي بيبين، يعني انت الرقم بيعطيكي جواب للبرج. يعني انا هلا قلت له لكل الحوت عندكم عقارات، طيب كلهم بتصير عندهم عقارات؟ لا، بنربط من الواحد للتسعه بعلم الارقام، كل رقم له حاله، هي الحاله بيعطينا جواب البرج. هيك طيب. انا اذا هيك خلصنا الابراج، هيك باسئله سريعه اليوم سريعة. مين اكثر الابراج حظا رح يكون؟ اذا قلنا اللي هن رح يكونوا مرتاحين اكثر هن عمليا، عندك الجوزاء رح يرتاح بالنص الثاني، ميزان دلو بالنص الثاني، النص الاولاني عندك الحمل والثور وعندك العقرب وعندك الجدي النص الاول. طيب يعني مين ما شفت حدا تعبان انا بالابراج كانه هاي السنه هيك ان شاء الله ايجابيه تكون على الجميع. لا ما شفت حدا. طيب مين اكثر الابراج المفروض هيك ياخذوا حذر بال 2024؟ ياخذوا حذر اكثر شيء، يعني انا بتوقعاتي انا عندي بخاف على السرطان شوي السنه لانه بيتهور عم يدفع مصاري كثير، وبخاف على الاسد شوي لانه عم يحسم امره بقصص كثير وعم يترك شيء وعم تنسرق مهن، حدا عم يسحب البساط من تحت اقدامه، وبخاف على هلا القوس. لا ما بخاف عليه محظوظ، بس الميزان شوي بده ينتبه كثير اول السنه لانه شغله حدا مريض عنده او تعبان او عم يرافق حدا مريض، يعني في زعل شوي عنده. على الصعيد الصحي والعاطفي مين اكثر الابراج اللي هلا العاطفي؟ قلنا لك كل برج حسب الزهره وين بتكون، كزواج كله لقيت عندهم زواج اذا وضعهم بيسمح، كله عنده زواج. في شيء تحذيرات اليوم لل 2024 لبعض الابراج؟ هلا ما بقدر ما بحذر انا لانه انت بدك تربطي مثل ما قلت لك البرج بالرقم. يعني انا مثلا اذا بشوف رقم 8 وبرجه مثلا السنه نفترض برج الثور، لانه الثور كثير بلاقيهم ارقام 8 لانه بحبوا الارض وبحبوا التراب وبحبوا بحبوا نفسهم وبحبوا الطعام، بقول له انتبه على صحتك كثير لانه في مرض يعاود ظهوره من 9 سنين رجع ظهر مثلا. مثلا هون بنبه الثور مثلا اذا انا رابطه الرقم 8 مع الثور، بس اذا ثوروا رقمه 7 ما بقول له انت مريض، عرفتي شو السبب؟ ما فيني بقى اقول له لهذا البرج انت عندك مرض. طيب. بس الدلو بخاف عليه شوي من شيء عصبي صحيا من شيء عصبي. إيه؟ طيب سمار اذا بدنا نحط عنوان لهي السنه هيك شو ممكن عنوان؟ انا بشوفها سنه كارما، هي سنه كارما، سنه اعتدال، سنه اعتدال وخروج من عنق الزجاجه. يعني. يا رب. خروج يا رب ان شاء الله. الخروج الكلي رح يكون بنهايه ال 25 ان شاء الله يا رب. نهاية 25 بنكون نحن فعلا فتنا بحقبة جديدة، هو رقم 9 اللي انا ناطرته من 2003، هذا الرقم اللي ضل كان اول سنة بحكي على الإذاعة خافوا مني قالوا لي، قلت لهم جايين نحن على هدم من اجل البناء برقم 9 8، انه هذا بيهدم، خافوا كلهم وقتها، قلت لهم لك هذا عادي عادي، يعني انه بيعمل هيكلية ليرجع حدا يبنى من جديد. هلا البناء من جديد على رقم 9، هذا 9 طاقته كثير حلوة، إن شاء الله. طاقة ظهور، طاقة نار، يا بتجي النار بتحرقنا يا اما بنتدفى فيها. ان شاء الله يعني نحن بقى هون الشغل على دائما على الانسان، هو اللي بده يشتغل على حاله يغير من حاله. طبعا اكيد هو بده يشتغل على حاله ان شاء الله هيك تكون. الكواكب ما بتغير بحياه الاشخاص، نحن يعني علمنا هو طريق. يعني مثل انا ماشي بهذا الطريق بدها تطلع لي مطب، انه مشان ما يطلع لك هذا المطب انتبه، بس انا ما فيني امنع هذا المطب عن هذا الشخص. لا ان شاء الله تكون سنه خير على الجميع وتحمل هيك الانفراجات، وكل عام وانتي بخير مره ثانيه لإلك ولعائلتك. ست سما شكرا لحضورك اليوم، نورتي صباحنا باول صباح بال 2024، زينتي هذا الصباح. شكرا كثير لكم. اهلا وسهلا. نحن اكيد اهلا وسهلا فيك ست سمار، ونحن اكيد رح نروح ايضا لنستقبل ضيف جديد، ولكن خلونا ناخذ فاصل ونرجع لكم.